احنا كده ايه، كلنا لغايه دلوقتي واخدين نجمة الحضور، نجمة الكاميرا، ونجمة الواجب، بس ريمان لسه ما خدتهاش. طيب يلا بينا. يعني ايه كسور ومكافأة للنص؟ يعني ايه؟ حد مين متخيل دول كده؟ النص؟ فكر يعني يعني، مين دول النص؟ يعني ايه كسور ومكافأة للنص؟ حد عنده فكرة عن الموضوع؟ عشان قد النص يعني، بس قد النص برافو. قد النص، كسور قد النص، برافو. طب ناخدها ببساطة كده؟ لا لا قصدي اقولها لكم ببساطة كده، انا لو عندي مثلا تفاحية تمام قسمتها قطعتين، فبقى عندي نصها قطعة الناحية دي وقطعة الناحية دي، صح؟ لو كنت خدت دايرة كده اهي، دايرة اهي، وقسمتها نصين، نعم، خش الحمام. ماشي اتفضل، بقى عندي النص ده ايه؟ حتة اهي، قطعة وقطعة، بقى جزئين صح؟ ايوه فعندي النص هنا يساوي ايه؟ جزء واحد، فبكتبه ايه؟ واحد على واحد الاتنين، واحد على الاثنين. واحد على الاتنين. طيب لو جيت انا وانا بقسم، خدت النص الاولاني كده وقسمته النص الواحد لحتتين كده، والنص التاني لحتتين كده، اثنين على بعض، اثنين بقى على ايه؟ أربعة، بقى النص كام حتة؟ اثنين على أربعة، اثنين على حتتين، أربعة، بقى اثنين اتنين على على أربعة. بقى نص الأربع دي ايه؟ اتنين على الأربعة. طب لو جيت أنا وقمت جاية مقسمة ايه؟ كل نص، كل ربع كده لحتة كده وحتة كده، ونفس النظام في الناحية التانية، بقى النص كام قطعة كده؟ 4 على 8. 4 على 8، بقى ايه؟ 4 قطع من 8. طب مش ملاحظين حاجة؟ الياء هي هتبقى نص، يعني 8 هتبقى 4، مش 8 4 8. ماشي. طيب مش ملاحظين كده ان النص الكسر اللي هو يكافئ النص، البسط بتاعه نص المقام، ايوه انا يعني نص الاتنين نص. هنا الاتنين على الاربعة، مش هي زيها زي النص؟ مش الاتنين دي نص الاربعة؟ ايوه وبرضه النص مش الواحد نص الاتنين؟ اي قسمته على الاتنين هيديني واحد. طب الأربعة مش نص التمانية؟ لو ضربت الأربعة في اتنين هتديني تمانية، تطلع تمام. يبقى كسور المكافأة للنص ايه؟ هي بسطها ايه؟ نص مقامها، يعني لو ضربت بسطها في اتنين هيديني المقام، لو ضربت بسطها في اتنين هيديني ايه؟ المقام المقام المقام. طب لو قلتلكوا مثلا 5 على 7 ده نص ولا لأ؟ لا 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 لا، ليه؟ ليه مش نص؟ عشان هي تكون عشان النص بيبقى 5 على 10. يعني مثلا شوفي، مثلا 2 في 5 ازاي هو يساوي المقام 7؟ ده الباص. عشان الخمسة دي مش نص الايه؟ مش نص السبعة، ايوه وعشان لو ضربت الخمسة دي في اتنين هتديني 10 مش هتديني 7 صح؟ صح. صح. طب لو قلتلكو 3 على 6 ده نص ولا لأ؟ نص نص. نص نص ليه؟ عشان تلاتة في ستة، عشان عشان ثلاثة 3 نص الـ6. برافو، ثلاثة 3 نص الـ6، ولو ضربت الـ3 في اتنين هتديني ايه؟ 6. ستة. طب لو قال لي انا عايز مثلا كسور مكافأة للنص، عايزة كسرين مكافئين النص، أقول يا مس، أقول يا مس، قول كل واحد يقول لي كسر، كل واحد يقول لي كسر، ماشي 5 على بالترتيب، 10.
ترتيب دخولنا، استنى 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 يا سيف، بترتيب دخولنا محمد سيف كريم ريمان. ها قول لي كسر مكافئ للنص يا محمد. 2 على 4. 2 على 4. طب قول لي يا سيف كسر مكافئ للنص. 3 على 6 3 على 6 أو 6 على 12 يا مس. أو 6 على 12. طب قول لي يا كريم عايزة كسر مكافئ للنص. 5 على 2. لا ولا المرة، 5 على إيه؟ 5 على 10. برافو، 5 على 10، ممتاز. يا ريمان قولي لي كسر مكافئ للنص. 4 8. 4 على 8. فهمنا يعني ايه كسر مكافئ للنص؟ تمام. ايوه ايوه طب تعالوا نشوف هنا بيقول لي ايه. هشوف الكسر الملون الاولاني ده كام، وايه هو العدد ده هيطلع لي ايه مكافئ للنص. طب هنا الكسر الاولاني 1 على 2، التاني كام قطعة؟ 1 2، يبقى 2، وكلهم كام؟ 4. طب يلا يا محمد رقم ب، اكتب لي الكسرين. الكسرين أول كسر 1 على 2 1 على 2، والتاني والتاني هكتب 1 على 2 والتاني 1 2 3 5 على 10 5 على 10. برافو. 1 على 2 1 على 2 4 على 8 4 8، ممتاز. يلا يا كريم تقدر تحدد ألوان؟ 1 على 2 و3 على 6 1 على 2 و3 على 6. تقدر تحدد ألوان؟ تمام كل ماشي. واحد يختار لون يحل بيه؟ اسود أنا عايزة اسود. انتوا عندكم حصة بعد دي؟ أيوة 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 ماشي. طيب وأنا أحمر. مين هياخد مين الأول؟ هناخد بصوا بالترتيب كل أنا واحد يختار هاخد لون. برتقالي. لا أنا محمد أسف برتقاني، ماشي. أنا أسف أنا وسيف أحمر. اسود، وريمان احمر، كريم ها أزرق. ازرق. يبقى هنمشي بالترتيب بقى، ثانية واحدة. البرتقالي الأول، وبعد كده الأسود، خادم وبعدين أزرق الأزرق، خادم أحمر. وبعدين الأحمر. كنا واقفين عند مين بقى؟ عند الأحمر. عند الأحمر. انتي لدورك صح؟ لا أيوة. كريم هو اللي المفروض يحل. مع كريم حل 1 على 2 و3 على 6. لا يلا ريمان يلا ريمان الأحمر. 1 على 2 استنوا اجيب انا لون مختلف عنكم، خلينا انا الاخضر. و6 على 12 و6 على 12، ممتاز. يا برتقالي ثلاثة 1 كل واحد يكتب دوره بقى عشان يبان مين اللي حلل. تمام، 12 صح؟ لا لا ازاي؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 11 دول، 5 على 11 لا دول مش 5 على 11. بص، دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نص ماشي. يلا يا اسود، بيقول لي اكتب الكسر المكافئ للنص. ماشي، هنا 2 على 4. طيب الازرق،
ثلاثة على ستة، ممتاز. الأحمر بس تلاتة على دول الستة. أسنان، دول أسنان. لا، ما هي 3 على 6 دي الأزرق حلها. أنت رقم جيم. ماشي، رقم كريم 4 8. 4 8. يلا اكتبيها. برتقالي. 4 8. 5 على 10. برافو. الاسود. هنا بيقول لي بقى، هنا هلون بقى، هعمل ايه؟ بصوا هعمل ايه، هحل لكم اول سؤال. هاجي هنا عند النص، النص اهي، هنزل لتحت عشان اشوف اللي سواها كام، وبعدين الونها واعد هي كام. دول كام؟ 1 2 3 4. 4 8. طب يلا، اللون الأسود فين؟ سيف. نعم، رقم ب. خمسة على عشرة. 5 على 10. ماشي، لونهم بقى. الأزرق. رقم جيم. يا أزرق. رقم جيم 1 على 2 بكيفك فيها، كام؟ 1 على 2 فيها 3 على 6. 3 على 6. برافو. بقى لازم ألون 3 حتت كده، 3 أجزاء كده. اكتب 3 على 6. 3 الأحمر. على 6. عشر يا مس. أديه براحتك. اتناشر. دول مش 12، عديهم كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14. دول نص ال 14 كام؟ الرقم اللي هضربه في 2 يديني 14. 7. 7. يبقى انا هلون ايه؟ 4 6. 7. طيب بقى، 7 على كام؟ 7 على 14. 7 على 14. البرتقاني. برافو. 6 على 12. هو واضح 6 على 12 بتحبك يا محمد، في كل المسائل جاية لك. يلا الأسود، هنكتب ايه؟ أحللكوا، أقول لك مثال عليها الأول يا سيف. 1 على 6، 2 على 6، 3 على 6، ماشي يا أربعة على أستاذ، 6، 5 على 6، ممتاز يبقى نص 3 على 6. ممتاز. الله كريم. يلا يا كريم، عدهم الأول. هما كام نقطة؟ 1 2 3 4
خمسة واحد على ستة 10، ثمانية تسعة، يبقى 10. برافو، حاجة على واحد 10. على 10، ممتاز اتنين على 10، ممتاز. وبعديها 14، وبعد الاثنين بعد الاثنين أربعة، فين التلاتة؟ أكلتها. لا تلاتة، هو احنا عشان صايمين هناكل الأرقام؟ تلاتة على 10، ماشي. 14، خمسة على 10، ستة على 10، سبعة على 10، على 10 ثانية، 8 على 10، برافو، 9 على 10، ممتاز يبقى الرقم النهائي 5 على 10. ممتاز يا شباب، ما شاء الله، اللهم بارك. النهارده انا، انتوا هتحيروني هختار مين فيكم النهارده. يلا الاحمر. ممكن تصوت لنا احنا كلنا شكلي هعمل كده يا سيف، والله واحد على انتوا ما شاء السبعة، الله النهارده ممتازين. واحد على السبعة، اتنين على السبعة، لا خدي بالك، هما 7 نقاط، يبقى ايه؟ يبقى ده كسر ايه؟ اتمان مش اسباع. ثانية، خمسة بس، بس هي وكتبين. واحد، ثمانية، ثمانية، اثنين، ثمانية، ثلاثة، ثلاثة على ثمانية، ثلاثة على ثمانية، أربعة على ثمانية، خمسة على ثمانية، ستة على ثمانية، سبعة على ثمانية. خد بالك اللي كسبت ال6 مرتين. يبقى اللي هيشوف النص كام بقى؟ اثنين، سبعة، ثمانية. الكسر اللي يبقى هيكافئ النص 4-8. 4-8. ممتاز. برتقاني، انا قلت لك انت ما صدقتنيش، نعم، قلت لك انت الرقم ده بيجري وراك النهارده. اللي كنوس 12. يبقى النص هيكون 6 على 12، ممتاز، بس كملهم بقى برضو. ده لو ما عرفتهاش لوحدك يعني، من غير ما ترسم، مجرد ما تسمع ال12، انت طول الحصة عمال تحلها في 6 على 12 دي. هي بتلعب مع محمد بس. اه يا معجبة بمحمد، كل شوية تجيله. هتوفر على نوفر، والنص هيكون 6 على نوفر. ممتاز. يلا بينا، هو عايزني ألون النص. يلا يا سيف، لون النص واكتب الكسر. اثنين، واحد على ستة، اثنين، جاي يا بابا. هلا. اثنين على اربعة، اثنين على اربعة 2 بس. على 4 بس، يبقى احنا هنعمل ايه؟ 2 على 4.
ممتاز. الأزرق اختمه. ايه ثانية واحدة، بيبريبو مش مهم، عادي نكملها. ثلاثة على ستة. ممتاز. الأحمر ثلاثة على ستة. اتنين على أربعة. اتنين على أربعة. ممتاز. البرتقالي الحمد لله رقم مختلف. ثلاثة على ستة. أمراض مختلف أول مرة. ستة على اتناشر. ستة على اتناشر. جات لك انت المرة دي. الأزرق ثانية واحدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة على ثمانية. ممتاز. الأحمر طيب يا مستر، أربعة ثمانية. أربعة ثمان. برتقاني كمان مرة اتخيرت. الحمد لله اتغير. خمسة لو العافية. كانت زادت واحدة كمان كنت هتفضل هي هي. طيب هنا بقى عايزني أنا اللي أقسم بنفسي خط الأعداد، هعمل إيه؟ هنا بيقول لي أسداس، يبقى هرسم خمس خطوط هنا، أدي واحد، وأحاول أخليهم إيه متساويين. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يعني، تمام. وأكتب هنا ده واحد على الستة، اتنين على الستة، تلاتة على الستة، أربعة على الستة، وخمسة على الستة. النص بتاعه إيه؟ تلاتة على الستة. طيب يلا يا سيف، الأسمان هتقسم جوه كام؟ هنقسم جوه سبعة ونص، بس سبعة. برافو بأربعة ثمانية. برافو. ارسمهم الأول. طب ثانية بس أشوف إيه. لا مش مشكلة ترسمهم، اكتب بس الكسر، بس المهم ترسموه في الكتاب عشان بس الوقت ما نضيعوش. طيب الأزرق أعشار النص هيبقى كام وهيتقسم كام جزء؟ خمسة على عشرة. ممتاز. ويتقسم كام حتة جوه، كام خط جوه الأعشار ده؟ هرسم كام خط؟ خط. لا، خمس خطوط. لأ الأعشار بقسمها كام؟ خط. بقلل الرقم وارسم صح؟ يبقى هما 10، يبقى هرسم 9 خطوط، وخمسة على 10 صح، النص بتاع 5 على 10 صح، بس لازم ابقى عارفة انا هرسم هنا ايه 9 خطوط. طيب الأحمر أرباع. هنرسم ثلاث خطوط. ممتازة. والنص هيبقى ايه؟ في النص أربعة، تبقى اتنين على أربعة. 2 على 4. كده رجعت تبقى لك واحد. تاني يا محمد، قسم كم خط؟ التاني بيحتاج اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، مش لازم ستة، ترسمهم، قولي ارسم كم خط بس. تسعة. بقسم 10 يبقى هرسم كم خط؟ 11. الاتنين خلخلت فيه. والنص بتاعها ستة على اتناشر. بتاع 12. طيب الأسود 14.
نقسم 13 خالص، ممتاز. النص هيساوي 7، 7 على 14. ممتاز. طيب المسائل الكلامية، خلاص مش مشكلة يا سيف، المسائل الكلامية. يلا يلا يا أزرق، اشترى محمد، هقرأ المسألة كويس وشوفوا عايز مني ايه. بيقول اشترى محمد قالبا من الشوكولاتة مقسما الى 8 اجزاء متساوية، اكل نصفه اثناء الفسحة، عدد الاجزاء اللي اكلها 4. برافو. طب الكسر هو ايه؟ ممتاز، كسر 4 8. طب الكسر المكافئ للنص هو ايه؟ ممتاز. وهنقسم ايه دي؟ 4 ايه، 8 اجزاء، ولو منها ايه 4 حتت او 4 اجزاء. طيب يلا يا ريمان، اللون الاحمر. ماشي. صنعت الأم طبقا من البسبوسة وقسمته إلى 6 أجزاء متساوية، أكلت الأسرة واحدة لاثنين طبق السمبوسة بعد الغداء، عدد الأجزاء التي أكلتها الأسرة؟ 3 على 6. عدد الأجزاء بقول لك 3 بس، اللي هو البسط بس. 3. طيب الكسر بقى اللي هو ايه؟ بكتب هنا بقى ايه الكسر اللي انا عارفاه. 3 على 6. ماشي، وكسر مكافئ للنص هيبقى ايه؟ النص 3 على 6. تلاتة على الستة. طيب البرتقالي، يلا يا محمد. ماشي. عدد الأجزاء التي ستة، لا احنا حلينا رقم بقى، هي بس لو ما كتبتهاش رقم جيم احنا. تمام، الأجزاء التي ماشي. لا ماشي ماشي تمام يا محمد، انت رقم جيم. لا انا اللي بكتب زي ايوه هو رقم يعني. 6. هي قسمت ميار شريطا من القماش لاربع اجزاء متساويه، استخدمت نص، يبقى استخدمت كام جزء؟ ايوه استخدمت نص الاربع اجزاء، لا 2 2 2. 2. طيب الكسر اللي يعبر عنها هو ايه؟ كسر الرابع عن 1 على 2. انا استخدمت جزئين من كام؟ من هما 2 كام جزء؟ هما كام جزء؟ كام قوس؟ 4. يبقى 2 على ايه؟ على 4. 2 على 4، يبقى كسر 2 على 4. وكسر المكافأة للنص يبقى ايه؟ 2 على 4. 2 على 4. نس نعم ممكن أسأل اشهر. كمان؟ اتفضل. كم يعني نمس نعم في مسألة لسه متبان اللون الأزرق دم. ماشي تمام. طب يلا يا سيف. 5 5 على 10، 5 على 10. ممتاز. يلا يا كريم، عايز الكسر المتوسط للنص. طالما بصوا طالما دي المقام يبقى هجيب نص المقام 2. برافو عليك. طيب رقم باء يا ريمان،
حاضرين بس. واحد على الاثنين كفؤ أربعة تبقى أربعة على الثمانية. ممتاز. طيب عقبال محمد يجي، يلا يا سيف. واحد على اتنين سوى كام على 12؟ 6 على 12 ستة على 12. خدناه من محمد محمد. ربنا كان دوره. خدناه من محمد. طيب يلا يا كريم. واحد على اتنين سوى 8 انا على ايه؟ كده يا بس. انا خدت انت من الستة على 12. تعالى دال. واحد على اتنين سوى 8 على كام؟ رقم دال يا محمد. واحد على الاثنين ثمانية أربعة ثمانية لا دي 8 على ايه؟ عايزة اجيب ثمانية المقام صفر. على 16. برافو. طيب يلا يا كريم. واحد على اتنين يساوي 3 على ايه؟ مش المفروض ترتيب يا مس؟ نعم. مش المفروض ترتيب. لا ما هو سيف حل مكان محمد. ماشي. رقمها واحد على الاتنين سوى 3 على كام؟ وعلى اتنين سوى ثلاثة على كام؟ ستة. على 6. طيب يلا يا ريمين. واحد على الاتنين سوى كام على 14؟ واحد على اتنين سوى كام على 14؟ سبعة. 7. برافو عليك. يلا يا محمد. واحد على اتنين يساوي 9 على كام؟ أركب ويساوي تسعة عن 15. هي نص التسعة نص الخمستاشر 9. سبعة قلنا ايه؟ صفر اضرب الوسط في 2. 18 18 يبقى 9 18. 10 نص 10 على 20. يلا يا سيف. ايه اسفة. يلا يا كريم. واحد على اتنين كام على 10؟ واحد على اتنين كام على 10؟ رقم طاء صح؟ تمام. 5. 5. ممتاز. يلا يا ريمين. واحد على اتنين 12 على كام؟ واحد على اتنين يبقى 12 على 6. 12 على ايه؟ 6. لا العكس، انا بضرب 12 دي في 2 عشان اجيب المقام. أشوف كم كم سكن بستة. لا هضرب البسط في 2، اهو 12 زائد 12 او 12 في 2 زي ما عملت في 9 كده لما محمد نسي يكتبها دي. المفروض ايه؟ ضربت 9 دي في 2 عشان اجيب المقام، تبقى ايه؟ 18. هضرب ال 12 في 2 بكام؟ اجمع 12 زائد خلاص 12. ماشي. أربعة 24. طيب يلا يا مين؟ محمد. واحد على اتنين 11 على كام؟ واحد على اثنين طيب بصوا يا شباب، عشان بس اللينك ما يفصل، لما يفصل من واحد هنا على اثنين احتفل هناخد. على الكاميرا. طيب ركزوا بس معايا، هناخد باقي الصفحة دي واجب. تمام. وقيم نفسك. باقي تمام. الصفحة واجب. نرجع بقى نحل السؤال التاني.
احنا كنا بنحلوه.